مرحبا متابعينا الكرام، شلونكم؟ ان شاء الله الجميع بصحة وخير وسلامة. طبعا اليوم وبسبب كثرة الطلبات على احد المشاريع اللي نقوم بزيارتها، قمنا اليوم بتلبية هذه الطلبات ونشكر طبعا ببداية الاخ عدي جنداري اللي زودني بمعلومات كاملة عن هذا المشروع اللي اليوم راح نزوره. طبعا هذا الطريق أسهل جاشف هو سايدين فرمان برا. طبعا عرفت المشروع هو زيتون سيتي، شاري زيتون أو مدينة الزيتون، وأيضا زيتون بلس مع بعض. طبعا طريقة الذهاب إلى هذا المجمع هو من طريق فرمان بران، سايدين فرمان بران، أو من طريق بن سلاو القديم تجي وتدخل له. المجمع يبعد عن مركز من تربيل حوالي 20 إلى 30 دقيقة، ويحدها يعني فرمان بران، وأيضا منطقة أعتقد بن سلاو بعيد عليها، لا مو بصفا، وأطراف هاي أطراف فرمان بران يعني تحد المجمع. طبعا المجمع نحكي على مجمع الزيتون بمساحتين، والمساحتين 200 متر و300 متر، بس بيها 3 أحجام يعني 3 أصناف بيوت، يعني 200 متر بيه صنفين وثلاثمية متر بيه صنف واحد. يعني طبعا هاي محلات، هاي جاي شوفوا هاي خارج المجمع هاي كلها. طبعا حتى فقط صورة عامة عن المجمع يعني قبل ما أدخل بالتفاصيل المشروع والأسعار. طبعا هسه جاي شوفنا هاي بوابة المجمع، بيها سكيورتي 24 ساعة متوفر. طبعا المجمع كلش نظيف، كلش مرتب، يعني مجمع جدا راقي. جاي شوفون انتو هاي الحدائق، وهاي احنا جاي ندخل على المجمع. وصراحة أنا ما كان عندي فكرة على المجمع بشكل تفصيلي، يعني كنت أتوقع أنه بعيد، ويعني كنت أتحاشى أنه أروح هناك أصور، بس كنت طلعت خطأ. طبعا هذا الأساس، إحنا هذه المجمعات هاي كلها 200 متر الطابقين، طبعا على اليمين طابق وعلى اليسار طابق واحد. طبعا بالنسبة لمساحات البيوت، 200 متر الطابق واحد يتكون من 2 غرفة نوم وصالة واستقبال، وتبدي أسعار البيع مالها من 60 ألف دولار لحد 70 إلى 72 ألف دولار، يعني من 6 شدات إلى 7 شدات، ويمكن يعني يتواجد بعض اللي يبيعون أقل شوي، يمكن 55 56. يعني أكو مو ما أقول، يعني شيكت إنه يوجد، لكن يعني صراحة ما لقيت يعني بهاي الأسعار، بس هو السعر العام هو هذا من 60 ألف لحد 72 ألف دولار. والخدمات لهذه الأحجام من البيوت هي 20 ألف دينار بالشهر، واللي هي تضمن إنه السكيورتي والخدمات النظافة. وطبعا اللي يريد يأجر هناك بين 250 لحد 350 ألف دينار، هاي المجمع. بالنسبة للمساحات 200 متر الطابقين، واللي تكون من 4 غرف نوم وصالة واستقبال، تبدي أسعارها من تقريبا 66 ألف، يعني 65 بين 66 ألف دولار، 6 شدات ونص إلى حد 9 شدات و20 ألف، يعني 9 شدات و20 ورقة، يعني 92 ألف دولار. وخدمات هذه الأحجام البيوت، طبعا هاي جا شوفها بالصور، هاي الطابق طابقين. أما يعني خدماتها 25 ألف دينار، واللي يريد يأجر هناك بيت بين 300 لحد 450. طبعا هاي الأسعار، تفاوت الأسعار تعتمد على الموقع، يعني حتى كسعر البيع أو الشراء، يعني من أقل لما نبدأ لحد الأعلى، هي يمكن الأقل ما يتوفر، يعني يمكن يتوفر الأغلى. بالنسبة للبيوت اللي 300 متر اللي شفناها من بداية الفيديو، كانت على اليمين اللي هي فيلل، وهاي تتكون من 5 غرف نوم وصالة واستقبال، وأسعارها تبدي من 120 ألف دولار 12 شدة إلى حد
50,000 دولار يعني 15 شدة، يعني حسب موقع البيوت. وهي أسعار الخدمات 35,000، وإيجاراتها بين 450 حتى 600,000. أما هذا المجمع اللي هسه جاي أشوفه، هاي فيلا 300 متر، هو هذا زيتون بلس، وهذا يتوفر بنظام الأقساط أيضا، يعني إذا باقي. هو السعر الكلي لشراء هاي الفلل 180,000 دولار، يعني 18 شدة. يعني إذا كان نظام قسط بي متوفر، يعني هو المقدمة مالته 63,000 دولار، يعني 6 شدات وثلاثين ورقة، وعند استلام البيت 27,000 دولار، يعني الشدتين وسبعين ورقة تطي، والباقي لازم كل شهر تدفع 1,500 دولار، تتقسم عليها 53 شهر تسدد. هاي البيوت هسه هاي جا شوفوها، هاي هم جمع زيتون طبعا، هاي كلها طابقين. طبعا المجمع يتوفر بنظام حراسة 24 ساعة، كهرباء أكو وطنية وأكو مولدة. طبعا كهرباء وطنية موجودة بربي حاليا، يعني بين 14 ل 16 ساعة، والدولة وعدت انه خلال هالش كم شهر راح يصير 24 ساعة، يعني خلاص يعني ما راح نحتاج احد يحتاج المولدات. ما كل يوم ساعتين اكو جدول، تعرفون يعني اللي يجي يسكن هناك يعرف الجدول ماله. يوجد مركز صحي، عيادات طبية، صيدليات، أسواق وأفران. أيضا يوجد مدارس كردية وعربية هناك. زين، يعني هاي بالنسبة لمجمع الزيتون. جا شوفون حدائق، مجمع مرتب، مجمع نظيف جدا، يعني مجمع هادئ. وصراحة يعني أنا أعجب بيه جدا جدا، يعني ما توقعت إنه هيك، يعني إنه يكون بهذه الحلة الحلوة والجميلة والهادئة والنظيفة. بيها كثير أوائل، طبعا أكو أشخاص جاي يشترون بيوت جاي يعمروها. وأنا متوقع إنه هذا المشروع وهذا المجمع شي 6 شهور إلى سنة، يعني راح تغلى الأسعار بيه، لأن صراحة أنا متأكد إنه أغلبية ما يعرف إنه أكو هيج مجمع. طبعا هذا هو المقام من الساعات بلس زيتون بلس، وهذا اللي يمكن متوفر بيه أقساط، أنا ما متأكد. يو هاي البيوت جاي شوفوها، هاي 200 متر طابقين، وعلى اليمين فيلل. يعني مثل ما قلت لكم مشروع جدا نظيف، مثل ما جا تشوفوه مرتب وهادئ. وصح يمكن يقو يقولون بعيد 20 30 دقيقة، بس هسه حاليا السيارات متوفرة، وهي المدينة اربيل جاية تكبر، وكل ما تكون مجمعات تكون خارج اربيل، يعني تكون اسعارها ايضا، يعني انا برأيي تكون مناسبة وايضا اهدأ للناس. هي المدينة كبرت خلاص، يعني دائما أتأكدوا إنه كل مجمع راح تكون هي خارج مركز المدينة، يعني صعبة إنه داخل مركز المدينة تكون هناك بيوت أو مجمعات. طبعا أنا أوجه شكري مرة ثانية للأخ أودي جنداري اللي هو زودني المعلومات، واللي هو كان سبب إنه أنا أجي صراحة إن هذا المجمع وأزوره. أقدم له كل الشكر على كل اللي طاني من عندي من معلومات ومن تفاصيل. أنا راح أخليكم رقم مكتب عقاري تتواصلون وياه، بحيث إذا تريدون تشترون أو تستفسرون. المكتب من يوم السبت إلى الأحد الخميس يستقبل اتصالاتكم الساعة 9 الصباح لحد الساعة 6 العصر، يوم الجمعة عطل، وأعتقد بعيد الأضحى راح يكون عطل. أتمنى إنه الفيديو عجبكم ونال استحسانكم، وأتمنى لكم كلكم جميعا أوقات سعيدة وعيد أضحى مبارك للجميع. تحياتي لكم جميعا، دمتم بخير وصحة وسلامة، مع السلامة.